نكمل الجزء اللي فاضل، واللي ما اعتقدش ان هو هيبقى كتير قوي او مش هيبقى كتير خالص. هاخد نفس الفلات دي ونفس الكالر، مش هغير حاجة في الكالر، ونفس الكيرفتشر، والرامب الاول، الرامب الاولانية دي تمام، بحيث دي تبقى هنا كده، وده اهي هتبقى بالطريقة دي. بس المرة دي انا عايز الكيرفتشر دي السبريد يبقى اكتر، وعايز على الكونكيف مش على الكونفكس. تمام بالظبط كده، جميل. نروح للرامب، واقدر زي ما قلت ان انا اتحكم في الكونتراست كمان بتاعتها. عايز اروح هنا وافتكر ان الثريشولد هيحتاج يزيد شويه، والبايس هيقل سنه، والراديوس هيقل هو كمان شويه. بصراحه الرامب دي جميله جدا، يعني انا اقدر هنا ان انا اتحكم فين الاسود، يعني تقدر تقول انها يعني ايه equivalent للradius. بس افتكر انا مش عايز الدست يبقى بالقوة دي، فانا هسيبه كده، وهاخد هي طالعة لوحدها layer color node، والفلات دي هتبقى layer 2، دي هتبقى layer 1، والفلات دي هتبقى layer 2، ودي هتروح هنا، ودي هتروح للاير 2 الفا. كده هنلاقي الدست بقى هنا. تمام بالمنظر ده. الفلات دي افتكر الاوباسيتي ممكن انزلها سنة. دي حاجة. الحاجة التانية زي ما انا قلت الدست انا مش عايزه بالظبط الدنيا كده تمام، ودي هرجع له بس بتاعتها زي ما كانت. جميل. كده الدنيا كويسة جدا. حاجة واحدة بس اللي فاضلة، ان انا عايز اعمل image واخد bump، يعني لازم ناخد دي هتبمب معانا كويس. تمام ناخدها هنا زي الفل. طبعا مش محتاجين ان انا اتكلم، يعني هي واضح انا ما بعملش اي حاجه غير عمال اختار شويه صور. تمام وانتوا عارفين طالما اخترت صورتين يبقى انا هشتغل على طول على اللاير كولر نود. تمام
الاتنين دول همكسهم تمام، هحط الميكس كده، ودي هتبقى input 1 ودي هتبقى input 2 تمام. ميكس اماونت بقى ممكن يبقى ايمج تانية تكون هاي كونتراست، يعني ممكن واحدة زي دي تنفع او ممكن واحدة زي دي تنفع تمام. افتكر دي ممكن 2x2 وناخد دي هنا كده تبقى هي ال ميكس اماونت. يعني افتكر كده الدنيا احلى. جميل، هي بس كل الحكاية ان الايمج دي اللي هي بتاعت الدوتس دي البامب فيها هيكون عالي قوي لان هي اسود اسود. والله انا ممكن اسيبها تمام، ممكن اسيبها. ناخد بامب تو دي نحطها هنا تمام، ونطلع دي للشيدر، ونطلع الميكس هنا للبامب للبامب ماب، واطلع دي هنا كبيوتي طبعا 0.01 افتكر هتبقى كويس. البامب بالذات مش هيبان الا بعد السامبلنج ما بيخلص، فمش هحكم عليه دلوقتي، ولو اني تقريبا انا حطيت قيمه قليله في البامب، محتاج ان هي تزيد اكتر شويه. كده افتكر ان هي تمام، لان هنا البامب ظهر. الضغط مش عاجبني خالص، مش مكانه، درجة الاوباسيتي بتاعته افتكر كده احلى كتير قوي. كده احسن كتير، والكيرفيتشر نفسها كمان لو احنا قللنا البايس السبريد ده خليه زي ما هو. كده اجمل كتير قوي من الاول. بس كده خلصنا من الخامه دي كمان، وبالخامه دي يبقى احنا كده خلصنا كمان من الشيدر ككل. على الرغم ان الموديل صغير والدنيا صغيره، بس كان فيه شويه افكار كتير. بالمناسبه ما تفتكرش ان الشيدر بياخد الوقت ده في الكرييشن، انت بس عشان بتتعلمه، لكن انت بمجرد ما فهمت الفكرة والله يعني التلاتة شيدر دول على بعضهم فعلا ما ياخدوش منك
ساعة زمن يعني، يكونوا ان لم يكن كمان اقل من كده. اشوفكم ان شاء الله في المحاضرة اللي جاية. انا تقريبا انا بكده اكون نهيت الكلام في الميتالز. او كنا هننسى الماركة بتاعة البريمبو اللي هو اسمه ايه، الكليبر. تمام، هنا في الحالة دي بقى هنجيب الأخ ده. تمام، طبعا اللي أنا هعمله هنا تعرف تعمل على فوتوشوب، بس أنا في فوتوشوب يعني حدث ولا حرج، يعني فيري فيري بروفيشنال لدرجة إن أنا يعني ما أقدرش أشتغل الحاجات الخفيفة دي على فوتوشوب يعني. ف طبعا على النقيض من اللي أنا بقوله خالص. تمام، فخد دي نحطها هنا. طبعا انا جايبها من على حاج جوجل. تمام، بس كل الحكايه ان انا ما بحبش الدنيا تبقى مقزمه قوي كده. هي 2300، قول 2350، خلاص خلينا نتكلم في 2400، 500 مش عارف وكام، خلينا نتكلم في 600. تمام، بس علشان، ودي طبعا هتبقى الديوريشن. كنترول كليك هنا ونروح هنا واقوم قايل له ان الديوريشن 1 فريم. تمام، بس هي كل الحكايه ان انا هعمل كنترول واي وهسمي دي نويز وهحط فراكتال نويز. تمام، وهنخلي دي لمامات، ونيجي للنويز بقى نرفع الكونتراست حبتين، نغير سبلاين مثلا، بيزك ممكن يبقى ايه مش عارف، سترينجز روكي افتكر ده. تمام، ترانسفورم نكبر نصغر السكيل. تمام، وممكن ناخد background smooth، لأ دايناميك، لا ماكس، لا برضو هي افتكر روكي كانت كويسة. ممكن نروح على الكومبلكستي نقللها، لا نرفعها شوية، حاجة بالشكل ده كده. هي هتبقى بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. ممكن حتى كمان نروح للنويز ونكبر السكيل سنة كده، بحيث يعني تبقى حاجة زي ده كده. افتكر ده كويس، ممكن لو انت عايز بس كده تبقى وحشة قوي، فهي افتكر بالشكل ده كده. بس ما افتكرش ان احنا محتاجين حاجة تاني، الا ممكن نرفع اللايت من السنة. تمام، الكومبلكستي كده كويس، يعني هي دي الالفا اللي احنا عايزينها. ممكن ان احنا كنا ناخد او نعمل كالاتي، ان احنا ناخد من هنا assets images textures masks، ممكن ناخد حاجه زي دي كده او واحده زي دي مثلا، وما قايل له import. تمام، ونفس الطريقه هاخدها احطها هنا لو انا حتى هلغي دي. تمام، بس هشيل دي كده، وممكن نلاقيها بالشكل اللي احنا عايزينه ده. طبعا هنعمل كده ونحط هنا curves. تمام، وناخد تمام الايمج دي بالمنظر ده كده. طبعا المفروض يعني ان احنا هنعمل لها انفرت. تمام بالمنظر ده. ممكن تبقى الفا، مفيش. تمام كده كده الصورة اصلا ما فيهاش الفا، فاحنا ممكن لوما انفرتد، بس انا عايز لوما. وممكن اروح لدي واني اخد الكيرفز لفوق. تمام، يعني حاجة بالشكل ده كده. تمام، النويز ده ممكن بقى في الحالة دي اكبر السكيل بتاعه عادي جدا، بس عايز اشوفه. تمام، هيبقى وحش. بس لو زودت الكومبلكستي
هيبقى كويس تمام. ممكن اخده كده شويه واخد الاثنين دول كنترول شيفت سي بري كومبوز وتبقى دي برضو لومامات. اذا انا كده لميت الاثنين مع بعض. طبعا هو في حاجه نزلت غلط، وافتكر ده السكيل بتاع الصوره هو اللي عمل حركه، بس دي كل حكايه. نرجع كده ونروح كده هنلاقي الدنيا تمام. هروح ل كومبوزيت فايل واروح هنا واقوم قايل له دي بي 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 ستيل فريم بي ان جي. هنحفظها هنا دي، هعملها بريمبو بريمبو الفا تمام. واقوم عامل اوكي تمام وقايل له ريبليس. بس بعد كده خلاص الاول بس اتاكد من هنا ان ار جي بي بلس الفا، لو دي يبقى انت ما عملتش حاجه. واقوم قايل له ريندر، هيقوم قايل لي مش عارف ايه، طبعا كانت اوفر ريتن لان انا بستخدم نفس الصوره. 02 سيف الدنيا تمام. واقوم قايل له ريندرينج. هنا بقى هستخدم الصوره دي. ناخد بعد كده بقى الصورة بتاعتنا. انا كده ما سميتش دي، هنسميها كليبر عشان بس نبقى عارفين عارفين الاسم بتاعها. الكليبر بقى تمام اللي هي دي اللي هي دي احنا هنحط فوقها تيكتشر تانية اللي هي التيكتشر بتاعت اللي احنا لسه عاملينها من شويه. هنروح لكرييت ونروح لشيدر ونروح لارنولد شيدر نتورك وناخد الشيدر الجديد ده او التكتشر الجديده دي. شفتوا انتوا الالفا تشانل بتاعتها؟ بس اهم حاجه بس انا عايز اخد دي كده احطها فوق الجم بالمنظر ده. طبعا ما ينفعش حاجه يا فاضيه. وفي الالفا هقوم رايح هنا وواخد اللي احنا كنا لسه عاملينها اللي هي راحت فين؟ ليه دي؟ دبل كليك هنلاقيها بالمنظر ده كده. طبعا هي غلط خالص. حلو، فهنروح هنا. دي مش هتبقى يو في مابنج، هتبقى فلات تمام. ونظبط بقى الدنيا بتاعتها عشان اول حاجه بس انا مش عايزه تايلنج تمام. ناخد الفلات، ناخد التكتشر التكتشر اكسس مود ونكليك الاوبجكت والتكتشر معانا تمام. ونروتيت التكتشر دي تمام ونشوف هتبقى عامله ازاي. افتكر كده 90 تمام. انا محتاج اعمل لها سكيل، السكيل بالذات يبقى على الاكسس. اوبس كنترول زد. اضغط بعيد كنترول زد. انا مش عايز الاكس ده. مش عارف معلق هنا على ده ليه. معرفش كانت تعليقة غبية أوي تهنيجة من الفيو بورت، لكن هنا الدنيا ظبطت تمام. انا بس كل عملته ضغطت بره في اي حته هنا كده وكده نسكيل. ايوه بالظبط كده. انا هبقى عارف بقى هي مكتوبه فين. انا عايز سكيل كمان اكتر من كده. ودي هتبقى نشيل بقى ده. دي هتبقى كده 90 درجه هي كمان.
هي مش 90 بقى، هي هتبقى يعني حاجة بالشكل ده. تمام، نروح بقى على السكيل. المرة دي انا هسكيل اكس بعينه وليكن ده، وعلى الموف هناخد دي هنا كده. لا هي كانت مكتوبة صح، بس بالظبط كده. بس استنى كده لحد الاي بي ار ما يظبط، نطلع بقى بره دي ونطلع بره دي خالص، و هنلاقي بتاعتنا عامله كده. طبعا الحركه بالمناسبه الالفا في الارنولد باي ماتيريال ستاكينج فقط. تمام، الشيدر ده بقى ده هنسميه مارك. دبل كليك، هنفتح الماتيريال نفسها، كنترول اس بس الاول،